كبرات تعزبتي كساح حجي بمدباتنا حب وساعتك تكونوا تسفان قبر سعيبو زقرب مدبنا مبقر مسرح رفرندم أب أوراجة ساحلن كومون The Little Prince تبل فيلم أدالينا لكم ولنا. أما الآن مشاهدي الأعزاء فنبقى مع سير عملية الاستفتاء في إقليم الساحل وبعد ذلك سنعود. حيل سب دروت النت سجيرة بكل التب مخفل عبتن سلستنا يمرج أما علتات بزك علمت أن أبزوج هنا وقتات مرج أترخيبة نزومكو أجد أمزي أمز قب تاريخ نمسفر فتينا بزما سرد ما أب عسر تحد خبتن أب أرجع ساحل زرك با سوسان شو ممتن وقتات مرجع مالت مس حليب أوجاي أف عبت دادم حليب كوب كوب أم جوا نقفة رورا بقلا أدوبها مهمي متن كارورام بتينا نايزنس تتقسان وقتات مرحقة ذيك كاب حر حدا نستند على سلام خان كمون ها حليفو زجات من زنبرة نايت أرجع بلشيت كاب زنا لعلك نعمم أي خال النان نزن مكبرون كله كله لعلش حنك للتميتين كيلومتر تنقو عسك مستجدبنا مجلات حدا قمت كيف تلزخل كي تقسنا يخن حلف أين دلن أما وداتا سنة مشيت نقولنا نقولكو نمرنا السجاد ربنا والكراهي تكونات
ሰላሳ ዓመታት ተጓዘ ብረታው ተጋድሎና አብነን በይንም ከባቢታት ሀገርና ብዙ ተፈላለየ መልከ ተራዩን ምን በይንም መገድታት ወሲዱን መድረካት ሐሊፉን እንኳን ተሆነ ምሳሐልን እንኳን ዝዳረግ ቦታን ዝናን ተሐዘት የለም ሳህል ከመዕቀል እንደጀን ሰውራ ኤርትራ ካብቶም አብ ታሪክና ዘሓለፉ ጀጋኑ ዝበዝሑ ዝተሰውኡላን ዝተቐብሩላን ዞባያ ብዙሕ ሰማዕታት ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ መስተንክር ወተሃደራውን ካልእ ናይ ቃልሲ ስርሒታትን ዝተኸያደላ ቦታ ስለ ዝኾነት ሳሕል መሬት ቅያ እያ ናቕፋ ከምቲ እምርቲ ዕጥቃዊ ቃልስናን ፅንዓትናን ተላእትና ሃንቀው ዝበልዋን ዝተመነይዋን ግን ከዘይረኸብዋ ህዝቢ ኤርትራን ነፍሲ ወከፍ ሓርበኛን ከም ሰንደቕ ሓበኑን ዓወቱን ሓብሒቡ ዝሓዛን ዝሓለዋን ከተማ ስለ ዝኾነት ከዓ ናቕፋ ርእሲ ከተማ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እያ። እወይ ሳሕል ኣደሰውራ እያ። ሳሕል ናይ ጀጋኑ ስፍራ ትምህርቲ ኤርትራዊ ፅንዓት እያ። ክንዲ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ኣብ ሳሕል ዝካየድ ሃገር ጠቀስ ፍፃሜ ፍሉይ ኣገዳስነት ይህልዎ። ህዝቢ ሳሕል ፍረ ናይቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኸፈሎ መስዋእቲ ብሕጋዊ መንገዲ ንምጭባጥ ዝነበረ ሃንቀውታ ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ። ቅድምተን ዝተወሰናሉ ናይ ምርጫ መዓልትታት ክድምፅ ዝደለየ ክመስል ካብ ዕለት 2021 ሚያዝያ ጀሚሩ ካበየ ስነጭርኡ ተኣኻኺቡ ኣበየ ንወቅታት ምርጭኡ ተረኺቡ መፀንበሊ በዓል ረፈረንደም ዝኾኑ ሰፋሕቲ ዳሳት ክሰርሕን ለይቲ ምስ መዓልቲ ክለሀይን ቀኒ እዩ። ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ኣድማፂ ሰብኣይ ሰበይቲ መንእሰይ ኣረጋዊ ከይፈለኻ ሓደ ብርእሰ ተኣማንነት ዝተሰነየ ብሉሕ መልእኽቲ ይንበብ ነይሩ። ድሓንኩኒ መግዛእቲ፣ ድሓንኩኒ ባርነት። ካብ ህዝቢ ሳሕል ንላዕሊ እሞ መን ክፀልኣ ንመግዛእቲ ሰራዊት ፀላኢ ክሳብ ኣስናን ዓጢቑ ንመሬቱ ብመዳፍዕን ተወንጫፊ ሮኬታትን ሓሪሱ ንጥሪቱን ኣግራቡን ኣብሪሱ ነፈርቲ ኮይናት ፀላኢ ኣብ ሰማያት ሳሕል ሓንቢሰን ናይ ጥፍኣት ህያበን ከስኪሰን። ህዝቢ ሳሕል ግን ኣይተንበርከኸን። እኳ ደኣ ንልዕሊ 10 ዓመት ንስዋኣት ሰውራ ኣብ ከርሲ መሬቱ ሰቲሩ ንውጋኣት ሓንጊሩ ፀይሩ ንድመኛታት ፀላእቱ ቀቢሩ ሎሚ እውን ከምቲ ማሊ ዝኽሮም ከማእሰር እግሮም ሓንሳብ ንሓዋሩ ካብ ገጽ ምድሩ ብድምፁ ንምጥፋእ በቒዑ። ህዝቢ ሳሕል ኣብ ነቕጣታት ምርጫ ተረኺቡ ድምፁ ንምሃብ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ርእሲቲ ኣብ ቅድሚያት ረፈረንደም ዝቐነየ ፀሓይን ዝናብን ዝተፈራርቆ ተለዋዋጢ ክሊማ ጥሪቱ ኣብ ሓፁር ተዳቢነን ኣግነታት እውን ብቆልዐየን ክሕለዋ ቐኒየን እሞ ከዓ ንልዕሊ 5-6 መዓልትታት ብዘይካዚ ኣብ ሓያሎይ ናይ ምርጫ ነቕጣታት ገለ ናይ 1-2 መዓልቲ ሓራሳት ገለ ካልኦት ድማ ኣብኡ ምስ መፃ ዝሓረሳ ንስቲ ኣጋጢመለን ድምፆም ንክህቡ ምስ ሞት ተቀዳዲሞም ኣብ ቦታ ምርጫ ምስ በፅሑ ህይወቶም ዝሰኣኑ ውሕዳት ሕሙማት ዓሶን ሓደጋ መንፈስ ከመን ዘጋጠሙምን ኣይተሰእኑ።
بحاطيرو توفاينس في سحل أما عطت رفرندمون ملكي أنبورن كمتمالي أبوان كالسي كل سب مددت حداثي أرترا خلق فايت أور بحالا يمثل نبرين Bye.
يحلقوا أصواتهم وهم فرحانين ومنطربين ومندفعين للاستقلال وبالرقيص وباللعب وبالسباق الجمال والهجن وبلعبهم. والحمد لله متوفقين في أي كل أسلوبهم المقدمين للاستفتاء. والله العدد الحمد لله 720 نفر في قرورهم هميمة، والمسافات اللي قدموا منها هي تكلاي وبريطة البحر وحصمة ورحيب، والحمد لله تحملوا الشمس والجمال وجو فرحانين ومنطربين للاستفتاء لأدلاء بصواتهم، والحمد لله توفقوا. ሲት እዚ አንደበታዊን ትስሚት ዘይተገብረሉን አይነበረን እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ውድድር ዘይኮነ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ምዃንን ዘይምዃንን ሕቶ ስለ ዝነበረ ፍሉጥን ርዱእን እዩ። ኣዕጋብን ቅቡልን ታሪኻዊ መደምደምታ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኸ ኣሎ። በዚ ድማ ሸሕ እኳ ናፅነት ብ24 ግንቦት 93 ብወግዒ ክእወጅ ተወሲኑ እንተሎ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገፀት ናፃ ሃገር እያ። ፈርኩም ወመን እሳት ዲ ጀነከሪኩም አደ እና ዮብ ለከንቴ ባይ ለሐዲ ያላ ወተስኢ ሰነዲ ባና እላ ሕርየት ዲብሊ ነሽ ምን ገበት አና ዮም ረብ ሻክር እንደ ወአና ዮም በንዴራና ዲብመሉ መጣሐዳ ወተሳቀል ወደወል ኩል አጠራፋ አባ ለትረብን ሐዲ ያላ حتى ناسة اللي تقولوا أديما إن شاء الله خلفه اللي يقول تقرأها أسكما
مريت وسكما ولا اجي لا تعرف على لو بتفانيبا لدولة ملع ادميو نتعنت بانديرا مثل زبل عمرات سنفي جنوات امسا زبيل بصفلو خبر مسواتن بحرناي سلاسة عامت مرير برتاو عالسنكاة ناي سلام النتعنت انتواء ادبيتواء نزي بقول تسموز تشبط عاوت بهزب عالم كمرقة ريفرندم كايد وسين نزي التكايد حموش تزا عبالاتا كوميشن مزيزو بابو ومبرنت دكتور عمارة تخلقاء كوميشن ريفرندم كلو تي ريفرندم نمكياد بوشت انوات عن زدل مكرابات اكايدا بزوحات هاقرات عالم بتعزبو كنعن فتحاون زي شارنتاون ريفرندم نمكياد كاا دقيعة بدين عرمهم فتقمي بالشرفنا بجيقان ودك أن عرضها أصبحنا يدبسها يتبسالومي بس اجراء انا عرض ماريام انسا عباهي زهي سحطو دم تقنا دم تقنا دم نسو كم ما انتفسسو عجيسنا آسل دم جرين ملسو تدبسا 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 عدسا سنتي سعفا دبنا سللان تبس نولي البحر كاي حمر يصنع انتين قون البحر كاي سامي ابيتا بيتي غبرا coordinator of the UNOVER mission in Keren and the Keren office is covering Sahel Senhit Barka Gashan Zedit regions إذا
ሓጎስ እዚ ንምባሎ ካብ ከዓኒ ዝኽኣለ ከዓኒ ን3ላሰ ዓመት ተረጊፅና ተጨፍጭፍና ተሓሪድና ሰብና ተሓሪዱ ጥሪትና ተሓሪዱ ዓድና ደሪቑ ንዲ ትክቲ ዋስስታ ኩለ ናፅነት ሰአድያ ይና ዲነክርኑ ከይንኮዳና ናፅነት ሰሓራ ኢና ፀልማት ኣብ ብርሃን ስለ ዝወፃእና እሞ ቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ስዋኣት ናቶም ዕላማን ብርሃንን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሰላምን ራህዋን ዘለዎ ቦታ ስለ ዝበፃሕና በዚ ተደሲት እኒአ እቲ ጥዋፍ ሒዘ ዝመፃ ومحروقين في إريتريا حتى يعني نقرر مسيرنا بحريتنا نقرر مسيرنا وبركة لسامعني وبدحان لسامعني وبدحان لسامعني لالو عملن قيسة لنا دحان دا ركمنا ولادنا دا تديبنا دحان دا حرينا تلا استقلالنا حرينا كلام على الله ما تسأتات بي لعركي قلي ربو بس حمد ايا انسيا عنا ايوة انشقيا عنا وانسيا عنا سن انسيا عنا وانشقيا عنا I'm Maria Altstiedl and I'm working with Red Barner,
This is Norwegian Saves the Children, and we have been invited by the Referendum Commission of Eritrea to send observers for this referendum. And we feel very privileged to get this invitation, and in total we have 4 people here traveling through Eritrea and visiting various sites. How many polling stations have you already visited since it started this morning? And what's your opinion of what you have observed? We started this morning in Debrecina in Senhit province with 3 polling stations, proceeded to Halibmentel, to Eden, to Fische. Now we are here in Melepso, and we still have plans to go to Libana, and if time allows, to Meleksi, I think, or Tsron. فلتيوم حنش على أركنتهم حزنات سلطوات أتراركم ذيك راول تسويهم لا تحرب وزاك بعدين بعزمة تسوى وتوانوا زي Thank you.
ميركاد دمدم كايا عوتك بسرعه تقبل عوت احنا ناك اخر انا ما بقص علينا وبس كاز العالم دبوري يا لا سوى حربنيا يركون نحن هنا عقم نحلنا الرقينا خمنا كا نزل كا حدرك نغن قبل سب دليت انت اسفاننا عاتكم دا دكاي دك ما حصني ام محضركم عاتكم دا دكاي دك ما حصني ام محضركم Well, you can see the result here. I don't know exactly what is the final result. We will see it. Of course, we don't know neither what it is in the other parts of the country, but in this polling station, certainly, it looks like that there is a huge, huge majority in favor of the yes vote, in the favor of independence of Eritrea. So I've seen maybe 20, maybe 30 polling stations. And in each one of the polling stations, everything was done correctly. There can be no doubt that this was a free and fair balloting. And from what we observe here this evening in this particular polling station, it looks like for the referendum, in excess of 99%. Well. Yes, of course, no doubt about it. And we were several people observing. Well, but it was very well organized and gatamen kbal khul mulu bumulu sini lelet tetsabena yeneru tizbi wala tunusat kiterfa harasat kiterfa shuu lit iz harasa agoli tesekimum demtso neru ndedmeza ولاهم طناتات شعن شعن الحرسه بزحت نيرن اما ساعه على عسرا زونا نيرن اب
أسمات لعلى عصر تغتنيرن أبوكسكم مهمان سلستنيرن لسني ولا تهزبي كساب كندز زاكل قربنتي نيرو ولا بقليون إحنا بزحين دفالو نيرنا حطان حاقن عمتات دمنالو قال سلسلة زغنس مرن زي جنات بهازم لكنا تسوي أمريخا أبتم يكب دم الزخامم دم صلنا ناس النت نعانا ندقنا نهلوات سمك أن مقصة سمع يقول لهم نعانا خمس فان ديرانا خام ذكر نتم سوات نتم سبقات جبا جبن نتم سبقات والعت ناش عدمن عدمين زي منو نسل نتم زي منو عبدين زي تمسا عبابوام زي تمسون مذكر سلام تانا كل ولد دائم تحكم زمدك أي بمنفس كباب بالورسهم أخوتي الأعزاء عبر هذه المناسبة الطيبة أود أن أكرر تلك الشعارات الجليلة التي رفعها هؤلاء الأبطال وهم يرقدون النصر والجماهير النصر والجماهير النصر والجماهير Well, I think that the people are extremely disciplined, well organized. We were impressed by people standing in the sun, in the heat for hours, waiting patiently to vote. And also the organization of the voting process was impeccable. فالعنش من تنشين خمسين إثن عشر ثلاثين تون غلو عيفال زود مطو إسران في بشتن إستبع لعشو السعاء عن في بنتيا لذي إذن سنحك بكس عن سعاتين بكس عن في بشتن هم إثن من حرارة من Firstly, I will say that I'm very impressed of what I've seen so far. The preparations for the referendum, the civic training has been very good and everything has that I have seen has went very smoothly. And I think the importance of the referendum for the Eritrean people is as a manifestation of the people's unity and a manifestation that they are changing the bullet for the ballot. To 19 different polling stations to observe whether the referendum has been fair and impartial. And I have observed the counting in one polling station.
And my general assessment is that the referendum was free, fair and impartial. سماوي سماوي تبع 15 سواتنا تهابنا نهواتنا بس سيل نتحاق سيل دارك عليلي اجينا من تحان تاكيب كذا لهم كلهم Thank you.
حول سير عملية الاستفتاء في إقليم سنحيت. أما الآن نقدم لعشاق الرياضة مباراة كرة القدم والتي جرت بين منتخبي مدب كتعزو تنحم كابز غط إلنا دماء بمهنات بعلم واجنات سنة إرترا نستخيل قدم مشكلتان كعسى أقرن ليالي الحلمية زر استافين كان أربع الكمينة أنت بشكلتا مصري حانت خابتن إرترا لأولاونتا بوقعت أوجلو معالتي نمكفال زمز أغانتا سبورتيا نخبري نايزا عابن تاريخاونا قات أمزد ما بعسران حموشتن قنبت أبكتا مسمرا مسحا قراويت غانتا بشكلتا إرترا ناي محزنت قد أما كايدا المصري كنا قروم تناي ناتنا عرفو يغني اللي عرائي باري كمزي عراضي من أزرل نايو حجي ناي ملا لي حادة زوري أخو كوبري أم
ልክ ሰዓት 9:00 ርብዕን በመሐደሪ አውራጅ ሐማሴን አቶ ብራካሳ ናይምጅማር ምልክት ተዋሂቦም ተዋዳደርት ናይ 100 ኪሎ ሜትር ማለት 45 ዙሪያ ጓዝዖም ጀሚሮም አንጠልቆ مبل 24 زوريات قدادمتي بنيام يارد قصر 10 تحالي دانيال أببن قصر 10 سلستي مسحادن حلوة أبال تقاتشوم كاب بشكلتا ودي أم بيزغي تعكتوغن نتقل الدم قتل أمو قصر عصر ثلاثة دانيال أببي شدوشت زوريا مسكدي عب عصر تحم شمون تزوريو فتسي متخايلو نحكمنا رديئت كبرالو وسيدومو دعاني قرمي مجرر سمع عند المركال ولا عندي ساب كنت زوريا عطيل كان يركا ودي اوه ساعة شدوشة زوريا عطيل شدوشة زوريا عطيل دحريو هدا دحريو كان تنبع سيبرتين عرات يورد عرات ناكل اسمعي أبو يمانة برهان خلاص دستورات موقف نتني كبره وديام الكلو. قصر عصرت حدا بنيام يارد سنة خيسوس لزقتلة تعذبتي نتحبون موجاس أب نفس وقف زوريا بتشبتشبان جنزب مفاين كسني ووعلم. مززام وددر شعات زوري اختر فخلو حريت غانتا ارتران غانتا مصري سالساي زوري ادري بهلا علي الونان حنت زوريا مستدربتو كاب حريت غانتا ارترا كي تفلي خبقو عز رئينيا نيرنا مودا قد امك قرب كلو قن دحريت تريفو ساعة عصرت قلتن عصرتن حريت غانتا ارترا تتقرنفا نتناي مودا اتا زوريا بزس عبتار تاوديا تعواتي تكوينا وديا قدامي يسيف عالم سجد كالاي بنيام برهي سالساي يوناس كارياس رابعي دسالين نقاش حمشاي سامسوم سولومون شادشاي ميكيل زكارياس شابعي ساميئل زكارياس شامناي سبحات تاسمورم
قصر عصرت حدا نيجانت إرترا بينيام يرد كاب جانت أتريفو تنيحو جانت مسرجن كركبوي كالون نجانت أسي عبود ما مبلتاش عي وديو وبزابق ورابطين عن الوانا في آخر نفع لك عن الوانا قصر خلته نيجانت بشكلتا مصري علي الونان نيمود أتازوريا مخانوت حبيرو عن الونان آخر نفع مرح جانتا مصري قصر خلته تدريباتو تصنحت زوريا دحر مشفان مبل عسراي آتيو وتسئيت وددر كان مجمرا ردئي نيرو حريت جانتا إرثا قعزة أمس ودئت تعذبتي بچبچبات أبي لما هزبي كم تلومو تحقواسو نمقلات أبسرقيا خندزعو حزقن نخبر جانتا بشكلتا مصر خبل كساب تدريبوهم تصنح زوريا زودو بتعقستتا تقبيو بدبكتون تقبي لوم عم مدام دمتا قدتم مرح جانتا مصري علي الونان بزعبات استخايدة قدتم رئيتو اخ قلتم كله يعني انا حس يعني هم اخوتنا الاردنيين يعني ما شاء الله محبين مع بعض يعني ما كان جانتا ارثا كاب نجم مرات حيزم كي تفال عليو بطور نفكت ساعته وعلم برتعت سلازخونو كاب افريكا وطاقون ኢትዮጵያ በኤርትራ አቶ አውዓለም ወልዱትኩን ለተጻጻት ትክልቲን ጋንታታት ሰላምታን ምቅራብ ንሜዳ ያትውለው هل فريقين مش تمعين فيستيفال بولنياش شحنت شعات ميتين تيس عن بماخلاي جوجل لبا هالود بستقلعت كعصوز وقلبا نتا برقز عم نتا ايرترات قوم حريت قانتا كركب كمزلو بزتحبرو مسرت انه لومي قهد خوينو دماء اتز قلبا نحريت قانتا خركب تقريب الله
ኤልያስን ዮሐንስ ሚካኤል ዮሐንስ ዮሐንስ ብለሳታ ዝጥፋካ ይሓምኩኢሎ ሞ ተሓምኩኢሉ ተሓምኩኢሉ ኣማንኤል ዮሐንስ ሚካኤል ተሓምኩኢሉ ይኹን እምበር ታ ኩዕሶ ሓሊፋ ስለ ዝነበረት ዳኛ ከም ጎቦ ክፋፂ ነበሮን ምክንያቱ እቲ ጥቕሚ ወይ ኣድቫንቴጅ ናይ ተፃወቲ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ዋላ ተተሓምኮሎ ዮሃንስ ክፋፂ ነበሮን ዳኛ ስለ ዝፋፀየ ቅንዕ መቕፃዕቲ ንሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ሞት እዚ ተኸላቐልቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ንምለሱ ዕድል ንቂቦም ኣለዉ ከምታ ዝነበሮ ታ ዝቕፅል ማሓሸ ኣማንኤል ካሕሳይ ክቐልዕ ይቀራረብ ኣሎ ኣማንኤል ካሕሳይ ንቕድሚት ቀሊዑ ኣማንኤል ካሕሳይ ተቐሊዓ ግን ተኸላኸልቲ መሊሶማ ሕጂውን ናብ ኣማንኤል ካሕሳይ በፂሓላ ሕጂውን ተኸላኸልቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ነዊሕ ንቕድሚት ክልተ ተኸላኸልትን ናይ ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ሓደ ፀወታይ ጋንታ ኢትዮጵያ ነይሩ ኣለዉ ሕጂ ጠንክራ ስናቀ ሒዝዋ ፀኒሑ ናብ መፃወቱ ምስ ሕለፋ ተፃወቲ ናሕፊዶ ሞ ተፃወቲ ናቱ ብፀወታ ሳልሕ ዓሊ ናይ ብሓቂ ግን ሸተት ኢሉ ኩሎም ሸተት ይብሉ ኣለዉ ሳልሕ ዓሊ ኣማንኤል ካሕሳይ ኣማንኤል ካሕሳይ ንቅድሚት ኣማንኤል ካሕሳይ ዮሃንስ ዘሚካኤል ክልተ ተኸላኸልትን ኣለዉ ጆን ኖ ተኸላኸላይ ጋንታ ኢትዮጵያ ጎላ ብርሃኑ መንፂሉ ኩርንዓውፂዋ መቸም ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ ፅቡቅ እያ ተጥቅዕ ዘላ ፅቡቅ ተጥቅዕ ኣላ ተፀወታ ቁሩብ ፅይር ዝበለ ይመስል ተዓዛባይ ስቀኢሉ ፀኒሑ ሕጂ ታብዒ ዘሎ ምክንያቱ ሓጎሽ ንምላፅ ናዕትቕላዕ ኣላ ተቐሊዓ ኣብ እግሪ ተኸላኸልቲ እያ ዓሊባ ናይ ኢትዮጵያ ዝቐልዕዋ ኔስተር ወፅያ ሕጂ ኔስተር ናይ ዳርባን ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ወ ተፃወታ ኢና ንቕድሚት ሓሊፍ ኣሎ እሞ ኣብቲ ዝተደልየቱ ሕጂ ናይ በፅሕትን ኮሊፎማ ተፃወቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ጠንክር ንቕድሚት ኣሕሊፍዎ ኣሎ ንቕድሚት ፍስሓ በጋሻው ተፃወታይ ጋንታ ኤርትራ ፋቸ ተኸራኺርዎ ነይሩ ንድሕሊ ምስ መረሳ እሱውን ሕጂ ኩዕሶ ምስ ሳልሕ ዓሊ ብጉባየ ቀልዓን ስለዚ ሕጂ እውን ኩዕሶ ኣብ ከባቢ ቦርታ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ትዕግርግር ዘላ ምናልባት ቅንዒቶም ታሕቲ ጥራሕን ዝፍትኑ ዘለዉ ትሕቲ የጥቁዑ ኣለዉ ሕጂ እውን ኣጥቂዖም ኣለዉ ይቀባበሉላ እዮም ዘለዉ ኩዕሶ ቀሊዖም ተኸላኸላይ ሳልሕ ዓሊ መሊሽዋ ቅድሚት ሕጂ እውን ተገርግር ኣላ ኩዕሶ ነጋሽ ተኽሊት ዝቐልዓ ኣማንኤል ካሕሳይ ንኤፍሬም ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ንነጋሽ ተኽሊት ንኣማንኤል ካሕሳይ ብዎ ነይሩ ሚኒስተር ወፅያ ሓላዊ ማዕፅ ኣይሚን ፍሳ በጋሻው ናይ ኢትዮጵያ ብርሃነ ተጎዲኡ ወዲቑ ኣሎ ዳኛ ቅላዕ መቕፃዕትን ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኢሎም ኣለዉ ናብ ቦርታ ዮሃንስ ፅቡቅ ገይሩ ሰኣን ምትንካፍ እቱ ትጎል ተሳሒታ ዳርጋ እቴ ኣይሉ ነይሩ ንሕና ውን ኣትያ ዝግድሙት ነርና ግን ተጎዝጉ ዛበትካሎ ኮርወፅያም ዳንኤል እስጢፋኖስ ጫዓይ ቀሊዑ ንጋሽ ተኽሊት ነጋሽ ዝቐልዓ ተራር ቅላዕ ተጎዝ ጉዛ ብንዳት ኮርወፅያ ብንዳት ተጎዝ ጉዛ ኮርወፅያ ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያን ባዶ ብባዶ ፈፂሞን ኣለዋ እወ ተፃወቲ ሕጂ እውን ነቲ ተሪፎም ዘሎ ቅላዕ መቕፃዕቲ ንምቕላዕ ነብሶም ኣብ ሩዓ ይርከቡ ይቀራረብ ኣሎ ዳንኤል ክፍለ ቀሊዑ ጎል ተመዝጊባ
حريت غانتا ارترا سلسة غلعة امزقبا حانت غلعة سحيطة حجي سخيط زلون ايتا تصوات حريت غانتا ايتوبيا عند حردا سحيطو ترقا جيتو مالاتيو حريت غانتا ارترا واجه توسد ازن تمزقبو نا ايتوبيا مالاتي اتنا ارترا وان تمزقبو ان ارترا توسد يا مالاتيو حجي مليون بقاش شاويو غلعنا ايتوبيا مليون بقاش شاو امزقبوا እዚአ ናይ መወዳታ ፕሬዚዳንት መንግስቲ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ዋንጫ ናይ ወርቅ መዳሊያን ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ታርጌታ ናይ ብሩር መዳሊያን ተቀቢለን ጸዋታ ድማ በዚ ተደምዲሙ Thank you.
ክትከውን ድሌት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡኒ እዚ ጠለብ እዚ ናብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ተመሓላሊፉ ጠለብ ኤርትራ ብክልተ ሰነ ዝድለ ቁፅሪ ደገፍ ኣባላት ሃገራት ረኺቡ ሽዑ መዓልቲ ከዓ ብመሰረት ዓንቀፅ 28 መትከላት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ጠለብ ኤርትራ ዝድለ ደገፍ ብምርካቡን ኤርትራ ኣባል ሃገር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ብምዃናን ንክቡር ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕረዚደንት ኤርትራ ገሊፀ ኣባል ሃገራት ዝውድብ ትማሊ ብዛዕባ እዚ ምዕባለ እዚ ተገሊጹለን ኣሎ ብስም ቤት ፅሕፈት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ከም ኣባል ማሕበረሰብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ክቕበላን ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ክብሎን ከለኹ ዝስምዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን ክፍሊ ዓለማዊ ውድብና ኣብ ዘለዎ ሓበራዊ ዕላማታት ኣስተዋፅኦ ሓዳስ ሃገር ኤርትራ ከም ዝብሉ ኣኣምን ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባሌታት ህዝብና ሰላም ፀጥታ ርግኣት ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ኣብ ኣህጉርና ንምስፋን ኣብ እንገብሮ ፃዕርታት ኤርትራ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ከም እትገብር ኣይጠራጠርን በዚ መሰረት ኣብዚ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎ ግን ከዓ ብሰብ ዝፈጥሮም ባህርያውን ሽግራት ዝተሳቀየን ዝተሃስየን ከባቢ ዝርከብ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፅኑዕ ምትሕግጋዝ ሃዋህ ንምድልዳል ኤርትራ ኣወንታዊ will contribute immensely to the development of both countries and the region as a whole. መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ሃይለ መንቀርዮስ ምስሌነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ መደረ ስሚዑ On this historic day for Eritrea and I believe for Africa as well. ኣብዚ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ታሪካዊት ዝኾነት ዕለት ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ከመስግን ፍቓድ ክቡር ዋና ፀሓፊ ኣሓትት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣባል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኣካል ማሕበረሰብ ሃገራት ኣፍሪቃን ብምዃኖም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ ውፅኢት ናይቲ ካብ 23 ክሳብ 25 መያዝያ 93 ዝተካየደ ረፈረንደም 99.8 ሚእታዊት እወን ናፅነት ምዃኑን ብዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ እንተላይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እቲ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ምንባሩ መስኪሮም እዮም to fulfilling our obligations as a member state victory to the people ድሕሪ መደረ ኣቶ ሃይሌ ባንዴራ ኤርትራ ማዕረተን ካብ 1963 ጀሚረን ዘንበልበላ ባንዴራታት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምስቃል ስነ ስርዓት ቀፂሉ ባንዴራ ኤርትራ ኣብቲ የማናይ ወገን ቦታ ኣሒዛ ኣብ ዝተሰቕለትሉ እዋን እቲ ጓይላን ዕልልታን ኣዝዩ ዓሚሩ ነይሩ ናይ ኤርትራውያን ናይ ክብርን ሓጎስን ስምዒት ድማ ሽዑ ገንፊሉ ነቲ ዕለት ዝያዳ ምዕሩግ ዝገበሮን ዘገርምን ድማ ካብ ሰዓት 2:40 ክሳብ ሰዓት 3 ፍረቓን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብርቱዕ ዝናብ ዘኒቡ ኣብታ ባንዴራ ትስቀለላ ኣጋጣሚ ፅሕዩ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተፈፀመ እንደገና ብርቱዕ ዝናብ ምዝናብ እዩ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ድማ ክሳብ ብርቱዕ ዝናብ መፅኡ ዝብትኖም ኣብ ከባቢ እቲ ባንዴራ ዝተሰቕለትሉ ቦታ ኮይኖም ጓይልኦም ቀፂሎም